فوزين بطلوع الروح على غرناطة وإبيزا اللي بيلعب في الدرجة الثانية، وهزيمة مع الرقفة 2-0 من فالنسيا هو حصيلة ما قدمه كيكيستيان المدير الفني الجديد لبرشلونة. فهل ده اللي احنا كنا مستنيينه كجمهور برشلونة من الراجل ده؟ وهل هو ده اللي وعد بيه من الاستحواذ والكرة الجميلة اللي اتكلم عنها؟ وهل علشان الأداء اللي احنا شفناه ده مشينا بالفيردي؟ الحقيقة ان كل ده هنتكلم عنه النهاردة وهنناقشه، وهنشوف هل الراجل ده بالفعل قادر انه يطور من اداء برشلونة ولا هياخد الفريق ويقع بيه. بس قبل ما نتكلم عن كل الكلام ده، انزل اعمل سبسكرايب وما تنساش تفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتي اول باول، وتعال بسرعة نرجع عشان ندخل ونتكلم في التفاصيل. اول ما وصل كيكي سيتيان لتدريب برشلونه اتكلم عن فلسفته في الاستحواذ، واكد انه هيقدم كره جميله يسعد بيها كل جمهور برشلونه. لكن اللي حصل ان بعد 3 مباريات ما شفناش اي متعه مع كيكي سيتيان، بالعكس ده حتى الاهداف اللي كانت ممكن تكون بتتسجل بسلاسه اكبر مع فالفيردي بقت بتدخل بطلوع الروح مع كيكي سيتيان، وبقت حاجه صعبه جدا اني ادخل اهداف حتى لو فريق زي بيزا اللي بيلعب في دوري الدرجه الثانيه. مبدئيا كيكي سيتيان اول ما جه غير طريقه اللعب من 4-3-3 ل3-5-2 برجوع سيرجيو روبرتو كقلب دفاع ثالث جنب بيكيه وجنب امتيتي، وطير جوردي البا في الطرف الشمال عشان تتحول الخطه ل3-5-2 زي ما قلت لكم في الحلقه السابقه لما قلت لكم انه بيميل دايما للعب ب3-5-2 او 3-4-3. ولكن بالرغم من تغيير الخطه او تغيير الادوار داخل الملعب الا انه برشلونه زي ما قلت الكوره ما كانتش ممتعه ابدا مع الراجل ده، وبالعكس كان فوزين بطلوع الروح وهزيمة ثالثة أمام فالنسيا، وده الحقيقة ناتج لعدد من الأخطاء سواء في الاختيارات أو في الأدوار داخل الملعب. بعد إصابة لويس سواريز كان من المنتظر إنه يقوم بنفس دوره أنتوان جريزمان في قلب هجوم برشلونة مع وجود ميسي على الجنب اليمين وأنسو فاتي على الجنب الشمال، لكن هنا كان أول خطأ من كيكي سيتيان لما قرر إنه يلعب بميسي كمهاجم وهمي في قلب هجوم برشلونة مع وجود أنسو فاتي على الجنب اليمين وجريزمان في الجنب الشمال، لأنه بالتشكيلة دي أو بالخطة دي خسر الـ3 مراكز دفعة واحدة. أولاً لأن مركز المهاجم الوهمي بيتطلب مهام كان يقدر ينفذها ميسي زمان في بداياته ومع انطلاقاته وسرعاته ومراوغاته وتوغله السريع من الخلف الأمام بعد البناء الجيد والسريع من تشافي وإنيستا. أما دلوقتي مع التراجع البدني فميسي تراجعت سرعته وانطلاقاته وبقى صعب عليه لعب دور المهاجم الوهمي، وبالتالي الفريق بقى بيلعب بدون عمق هجومي. رقم 2، كان واضح جدا للجميع ان انسو فاتي بيتألق على الجانب الايسر من الملعب، بيقدر يعدل الكره لجوه الملعب ويقدر يسجل اهداف، وده اللي حصل مع فالفيردي. لكن لما حطوا كيكي سيتيان على الجانب اليمين قتله تماما، ما بقاش عنده القدره انه حتى يراوغ ولا حتى انه يسجل اهداف. الجانب الاخر كمان جريزمان طول ما هو على الطرف الشمال فهو خطورته بتقل بشكل كبير. جريزمان دايما بيتألق باتلتيكو مدريد او حتى منتخب فرنسا لما بيلعب في مركز المهاجم 9.5 او المهاجم الثاني، او حتى لما بيلعب ممكن يقوم بدور المهاجم الوهمي اللي كان عنه اللي ميسي دلوقتي بحكم السن ما يقدرش يقوم بيه. جريزمان وبلياقته الكبيره وبمهارته اللي بيقدر يخترق بيها ممكن جدا يلعب هو دور المهاجم الوهمي. الخطأ الثاني اللي قام بيه كيكي سيتيان هو فكرة الاستحواذ أو فلسفة الاستحواذ اللي مؤمن بيها. صحيح إن فلسفة الاستحواذ هي الفلسفة اللي دايماً بتقوم عليها فكر برشلونة من أيام يوهان كرويف وبعد كده مع بيب جوارديولا، ولكن الاستحواذ الإيجابي مش الاستحواذ السلبي. برشلونة أمام إبيزا في كأس الملك كان ليه 718 تمريرة، منها بس 187 تمريرة للأمام بنسبة بلغت 26%، يعني تقريبا 75% من التمريرات كانت للخلف. أمام غرناطة الفريق عمل 1005 تمريرة، منهم بس 203 تمريرة للأمام بنسبة 20%، بمعنى إن 80% من التمريرات كانت للخلف. والحقيقة إن مش هو ده الاستحواذ اللي كان بيعمله بيب جوارديولا مع الفريق، لأنه كان دايما التمريرات بتكون للأمام وفي قلب دفاعات الخصم.
وان كانت الطريقه دي ممكن تنجح مع النادي زرار بيتيس او لاس بالماس، ما عندهمش مشكله ابدا في ان هم ينهوا الدوري في المركز التاسع او ال11 او ال12، فهي مشكله كبيره جدا لبرشلونه، لان في عامل الوقت ما يقدرش طول المباراه عمالين بنطلع الكوره كل شويه نرجعها لورا لحارس المرمى للدفاع، ونضيع وقت كبير جدا في حين ان احنا محتاجين نسجل هدف واثنين. وبالتالي الوضع بقى مختلف تماما مع نادي بحجم برشلونه، في كل مباراه بيلعب على الفوز، والوقت سلاح مهم جدا لازم ياخد باله منه كيكي سيتين مع برشلونة. النقطة الثالثة والمهمة جدا وهي البطء في التمرير. واضح جدا انه ايام بيب جوارديولا كان بيبقى فيه نقل سريع جدا للكرات من تشافي وانيستا، كان قبل ما بتوصل الكرة لتشافي او انيستا بيكون عارف هو هيعمل بيها ايه، لكن دلوقتي كل لاعبي برشلونة سواء في نص الملعب بوسكيتس او حتى ارثر او حتى فرانك دي يونج، كل لعيبه بتاخد الكوره وبعدين تفكر هي هتعمل بيها ايه، ولما اللعيب بيستلم الكوره بيبتدي يفكر لسه هيعمل ايه، بيكون دفاع الخصم كله رجع وكله تمركز بشكل صحيح، وبالتالي نبدا مره تانية نلاقي الدفاعات كلها مقفوله، فنضطر ان احنا نرجع لورا ونفضل في نفس الدايلما بتاعت الاستحواذ السلبي. المشكله الرابعه في برشلونه وللاسف مش قادر يقتنع بيها مدرب الفريق سواء فالفيردي ولا كيكي سيتيان، ان وقت بوسكيتس كاساسي مع الفريق خلاص انتهى. بوسكيتس ما بقاش هو نفس بوسكيتس اللي كان بيقدر يلعب ب90 دقيقه وعنده القدره على الاحتفاظ بالكوره والخروج بيها من الخلف امام بمنتهى السلاسه ولعب الكرات البينيه اللي بيفتح بيها دفاعات الخصوم. دلوقتي بوسكيتس بقى بطيء جدا، بقى قدرته على الاحتفاظ بالكوره بقى فيها صعوبه، وبتتقطع منه الكرات بشكل متكرر وبتسبب مشاكل على دفاعات برشلونه. وبالتالي مش معنى كلامي ان بوسكيتس خلاص وقته انتهى مع برشلونه كليا، لكن بوسكيتس ممكن يلعب دور البديل اللي ينزل في اخر 20 دقيقه او ربع ساعه يدي اضافه للفريق، يكون نازل لسه فريش وفايق ويضيف للفريق. لكن دلوقتي وقت ديونج، فرانك ديونج اللي لعب في مركز القلب الارتكاز مع اياكس وتالق في هذا المركز، واللي بالتالي يقدر يتالق في المركز ده بحيويته ونشاطه وقدرته على الاحتفاظ بالكوره بشكل جيد، خاصه في اخطر مكان في نص ملعب برشلونه. اخر نقطة وهي فيدال. فيدال ما ينفعش يقعد ابدا احتياطي، لاعب بيدافع ويهاجم وبيقطع وبيسجل، بيعمل كل الادوار الحقيقة، وده لاعب مظلوم جدا في برشلونة، يعني مش بس ان هو ممكن يقطع الكرات وتلاقيه بيدافع وبيقطع الكرة داخل منطقة جزاء برشلونة وبيطلع كرة من على الخط، لكنه كمان دايما بتلاقيه مهاجم تاني مع سواريز مع جريزمان، حتى بيصنع اهداف زي ما شفنا الهدف اللي صنعه بمنتهى البراعة لميسي امام غرناطة. وبالتالي فيدال لازم يكون ليه وجود دور أساسي في الفريق وفي التشكيلة الأساسية. كيكي بعد مباراة فالنسيا طلع يتكلم في مؤتمر الصحفي وقال كده كام تصريح يخلونا نتفائل وأقول يا رب يحصل تغيير في الفترة القادمة. أولا قال إن احنا قمنا بعدد من التمريرات اللي ملهاش أي معنى، وده اللي انا كنت بتكلم عنه في الحلقه وقلت انه التمرير كان سلبي بشكل كبير او الاستحواذ كان سلبي، ومعظم التمريرات للخلف او تمريرات افقيه مش في عمق الملعب، وبالتالي ما كانش ليها اي خطوره او اي استفاده لبرشلونه، وده اللي هو قاله بنفسه. التصريح التاني لما قال ان فريقه ما قدرش يتواجد في عمق دفاعات فالنسيا، وده نفس اللي انا اكدت عليه في حلقه النهارده وقلت ان ميسي ما بقاش يقدر يقوم بدور المهاجم الوهمي، وبالتالي برشلونه افتقد للعمق الهجومي. اخيرا بقى نفسي افهم ازاي واحد زي اوتوديبو سابوه يمشي كده بمنتهى البساطه لشالكه، وازاي لسه صابرين على بيكيه واخطائه الكارثيه، واللي واضح جدا انه مركز في مشاريعه الخاصه اكتر ما هو مركز في المباريات مع برشلونه.